قلنا بأن الإمام ناصر بن رشد تمكن من توحيد البلاد، ولم تبقى إلا بعد بعض تلك الهجمات التي كان يقوم بها بين الفينة والأخرى ناصر بن قطن الهلالي. وقلنا بأن الإمام كان يرسل إليه الجيوش الواحدة تلو الأخرى للقضاء على هذا القائد، وطبعا بعد ذلك تمكن من القضاء عليه في خضم معارك الإمام ناصر بن مرشد مع البرتغاليين. بعد أن أحس الإمام بأن الوحدة العمانية قد تمت، بدأ يفكر في هذا الغزو الجاثم على الأراضي العمانية. فأراد الإمام أن يبحث عن ثغرة يستطيع من خلالها أن يدخل لحرب البرتغاليين. فكانت الثغرة هي أولئك الفارين إلى البرتغاليين من العمانيين، وعلى رأسهم مانع بن سنان العميري الذي خان الإمام في سمايل، فطاردته جيوش الإمام حتى بلغ فنجة، فاستمرت في ملاحقته حتى بلغ مسقط. فكان هذا أحد الفارين إلى مسقط، وكان قد استخدم الإمام هذا الفار ذريعة للتدخل في مسقط. كذلك عندما كانت جيوش الإمام تدك صحار ولواء لفتحها وطرد الفرس والبرتغاليين منها، فر أيضا رجل من القادة يسمى سيف بن جفير أو بن جيفر إلى صحار أو إلى البرتغاليين، وكان أيضا من الذرائع التي استخدمها الإمام للغزو العماني ضد البرتغاليين. أول بداية للإمام ناصر بن مرشد، فكر الإمام في أن يضرب مدينة ليست بتلك المدينة المهمة، ليعرف قوة البرتغاليين وكيف التعامل مع هذا الغزو أو مع هذا الغازي. ففعلا شكل الإمام جيشا لفتح جلفار، فكانت أول مدينة فكر فيها الإمام لفتحها هي جلفار أو رأس الخيمة اليوم. فأرسل أو شكل جيش بقيادة قائده علي بن أحمد العلوي، فخرج هذا الجيش متوجها إلى جلفار، فحاصر الحامية البرتغالية التي في هذا المكان. وأحس العمانيون أو بمجرد ما اقترب العمانيين من هذه المدينة فإذا بمدافع البرتغاليين تضرب هذه الجيوش التي جاءت لفتح هذه المدينة. ولكن هذا القصف لم يثني العمانيين عن محاصرة هذه المدينة، وكان هناك حصن وهو حصن الصير الذي حاصره العمانيون، وكان هذا الحصن كبير، وعلى الجهة المواجهة للجيوش العمانية برج، وكان هذا البرج يمطر العمانيين بالبنادق وبالمدافع وبالسهام. فأراد العمانيون أن يتخلصوا من هذا البرج ويقضون على من فيه من حامية، وفعلا تسللوا إليه ليلا عن طريق السلالم، وتمكنوا من دخول هذا البرج والقضاء على تلك الحامية التي تقف فيه. وبعد أن قضوا على هذا البرج واستولوا عليه، كان ذلك أو جعل ذلك الباب مفتوحا للدخول إلى هذا الحصن، فتمكن العمانيون من دخول حصن الصير واستولوا عليه، وتمكنوا بذلك من طرد البرتغاليين نهائيا من هذه المدينة. وكان هذا أول فتح للإمام ناصر بن مرشد وأول انتصار للعمانيين على البرتغاليين. فبعد هذا الانتصار جعل العمانيون أو جعل الوالي علي بن أحمد واليا آخر على الصير، ثم توجه بعد ذلك بجيوش المسلمين إلى مدينة نزوى. فكانت هذه أول مدينة تفتتح وتؤخذ من أيدي البرتغاليين. أما المدينة الأخرى
التي فكر فيها الإمام أيضا في فتحها وإخراجها من قبضة البرتغاليين هي مدينة صحار، وكان ذلك في عام 1633 للميلاد. فأمر الإمام واليه على لواء، الوالي حافظ بن سيف الهنوي، وهذا الوالي الذي كان يسيطر على لواء طلب منه الإمام أن يجهز جيش من هذه المدينة ومن القبائل التي تسكن حول المدينة، وفعلا شكل جيشا كبيرا وتوجه به إلى مدينة صحار. وأول مدينة نزلها هذا الجيش تسمى البدعة، وهي من المدن الواقعة في محيط مدينة صحار، فحاصرها هذا الوالي وحاصر من فيها من البرتغاليين وكذلك من الفرس الذين كانوا في صحار. وعلى الرغم من تلك الطلقات التي كانت تصل إلى العمانيين في هذه المدينة من مدافع البرتغاليين، إلا أن ذلك لم يثني العمانيين على الاستمرار في الحصار، بل تمكنوا من ضرب البرتغاليين حتى تقهقروا عن هذه المدينة بسبب الضربات التي كان يوجهها لهم العمانيون. وفي هذه الأثناء أمر الوالي حافظ بن سيف أتباعه وجنوده أن يقوموا ببناء حصن مقابلا لحصون البرتغاليين ليستخدمه العمانيون في ضرب البرتغاليين. هذه الانتصارات التي حققها العمانيون، أو الانتصارات الأولية التي حققها العمانيون في مدينة صحار، أنهم استولوا على هذه المدينة مدينة البدعة، ثم بعد ذلك دخلوا إلى مدينة صحار، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء نهائيا عليها، وإنما تمكن من الاستيلاء على بعض المدن المحيطة بها. فهذا الانتصار الثاني الذي حققه العمانيون ضد البرتغاليين، ولكن كما قلت بأنهم لم يدخلوا مدينة صحار وإنما استولوا على المدن الواقعة على مقربة من هذه المدينة. في هذه الأثناء أراد الإمام ناصر بن مرشد أن يشغل البرتغاليين من مساعدة إخوانهم في صحار، فأرسل جيشا إلى مسقط. أرسل جيشا إلى مسقط، هذا الميناء الذي يعد أكبر ميناء للبرتغاليين وفيه أكبر حامية للبرتغاليين، فأراد الإمام أن يضرب مسقط لا من أجل الدخول إلى مسقط، ولكن من أجل أن يشغل البرتغاليين في مسقط عن مساعدة إخوانهم في صحار. فأرسل الإمام جيشا بقيادة العلامة الفقيه خميس بن سعيد الشقصي، وتوجه إلى مسقط، وحاصر، يعني نزل الجيش أولا في بوشر ثم توجه إلى مطرح وحاصر مطرح، وتمكن هذا الجيش من القضاء على بعض الاستحكامات الحربية التي أقامها البرتغاليون في مطرح. وطبعا أمام هذه الضربات التي وجهها العلامة خميس بن سعيد الشقصي والجيش الذي كان معه، طلب البرتغاليون الصلح، فوافق العلامة على الصلح، وفعلا صالح العلامة خميس بن سعيد الشقصي البرتغاليين على أن يسمحوا للعمانيين بدخول مسقط ومطرح بيسر. وكذلك أيضا كان الصلح يدل على الضعف البرتغالي والقوة العمانية، لأن العلامة قائد الجيش طلب من البرتغاليين أن يدفعوا جزية سنوية للإمام ناصر بن مرشد، وهذا دليل على القوة التي بلغها العمانيون في تلك الفترة. نرجع مرة أخرى إلى صحار. عندما تمكن العمانيون من بناء حصن يقابل الحصون البرتغالية،
بدأ العمانيون يوجهون ضرباتهم نحو الحصون البرتغالية، وفعلا تمكنوا من التوغل في مدينة صحار، وتمكنوا من قتل الكثير من البرتغاليين وأسر عدد من البرتغاليين، بلغ عدد الأسر البرتغاليين 37 برتغاليا، وشددوا الحصار على هذه المدينة، ثم فتحها الله سبحانه وتعالى على أيدي العمانيين، وكان ذلك في يوم 7 نوفمبر 1643 للميلاد، بعد أن استولى العمانيون على ميناء صحار، وتمكنوا من طرد البرتغاليين والقضاء على الحامية البرتغالية المرابطة في هذا الميناء. فكان هذا أول ثاني مدينة تفتتح بعد رأس الخيمة، فتمكنوا من الاستيلاء على هذه المدينة. الآن فتح الإمام السواحل العمانية من جهة الشمال الغربي، وبقي الشمال الشرقي، والشمال الشرقي أعني به المناطق الممتدة من مسقط حتى صور، هذه ظلت بعدها أو ما زالت في أيدي البرتغاليين. في هذه الآونة شكل الإمام جيشا آخر، وجعل قيادته إلى ابن عمه الذي سيكون الإمام الذي جاء من بعده، وهو القائد سلطان بن سيف اليعربي. جهز جيشا وخرج هذا الجيش إلى صور وقريات، وفعلا توجه هذا الجيش وحاصر صور، وتمكن من ضرب الحامية البرتغالية المرابطة في ميناء صور، ودخل هذه الميناء واستولى عليها بعد أن أعلنت الاستسلام والخضوع للعمانيين. وبعد أن تمكن العمانيون من السيطرة على هذه المدينة، توجهوا مباشرة إلى المدينة الأخرى، إلى قريات، وفعلا أحكموا الحصار على هذه المدينة، ودخلوا بعد ذلك في معركة مع الحامية المرابطة في هذه المدينة، وتمكنوا في النهاية من القضاء على تلك الحامية وإدخال هذه المدينة في حوزة الإمام، فأصبحت الآن 4 مدن تدخل في حوزة الإمامة. حقيقة قبل أن نتوسع في المدن الأخرى، نريد أن نقف وقفة بسيطة جدا بعد فتح هذه المدن 4: رأس الخيمة وصحار وقريات وقلهات، لنعرف الفارق الكبير بين أولئك الغزاة الأوباش الذين دخلوا عمان قبل 100 سنة وعاثوا فيها فسادا، فقد ذكرنا الكثير من الجرائم التي ارتكبها البرتغاليون عندما دخلوا عمان، من أمثال هدم المنازل وإحراق المدن وضرب المساجد وقتل النساء والأطفال والكبار في السن، والذين ينجوا من هذا وذاك كانوا يقطعون أنوفهم وآذانهم. هذه الأعمال الوحشية لم تظهر أبدا في تلك الفتوحات التي قام بها العمانيون، فلا يذكر حتى البرتغاليين أنفسهم شيئا من هذه الوحشية التي مارسوها في العمانيين، أن العمانيون وضعوها أو قاموها فيهم عندما دخلوا هذه المدن. فأكثر ما قاموا به أنهم أسروا هؤلاء البرتغاليين، نعم وهذا من حقهم، ولكن تلك الوحشية التي دخل البرتغاليون لم تمارس ولا جزءا يسيرا منها عندما دخل العمانيون منتصرين على البرتغاليين الذين كانوا يرابطون على هذه الأراضي.